بسم الله الرحمن الرحيم. أشجار الحمضيات تحتاج إلى جميع العناصر سواء الكبرى أو الصغرى وبكميات متفاوتة طوال الموسم. هناك العديد من التجارب لتحديد المعدلات السمدية ووضعت كمقترحات بشكل عام حسب عمر الشجرة. قد تتجول في حقول الحمضيات وتشاهد العديد من أعراض النقص لبعض العناصر سواء الكبرى أو الصغرى كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، كذلك المغنيسيوم والحديد وغيرها. دعونا اليوم نتعرف على أهم الأسباب لنقص العناصر على أشجار الحمضيات. من أهمها زراعة الحمضيات في الأراضي الرملية أو الكلسية الفقيرة، عدم توفير احتياجات الشجرة من العناصر السمادية خلال الموسم، زيادة نسبة الأملاح في التربة أو مياه الري، وارتفاع درجة الحموضة أو ما يسمى بالبي اتش، فيعمل على عدم تيسير العديد من العناصر. وجود تضاد بين العناصر في الامتصاص كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، عدم انتظام الري والعطش، فهذا يؤدي إلى عدم قدرة الجذور إلى امتصاص العناصر الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى وجود الأعشاب حول الجذور فيعرق امتصاص الجذور للعناصر. إخواني المزارعين، من المهم تشخيص أعراض النقص جيدا لمعالجته في أسرع وقت، ويمكن استشارة المختصين والخبراء في تطبيق مرشدك الزراعي.